مرحبا جميع مشاهدي ومتابعي جريده منبر 24. فاحنا اليوم كنتواجدوا في اقليم سيدي بنور، وبالضبط في دوار العقابه، في العقابه ياك، دوار العقابه جامعه الغربيه. فاحنا الان في واحد التعاونيه ديال الفخارين، اللي الناس او المنخرطين ديال هذه الجمعيه كيعانيوا معاناه كثيره، من بينها انهم كيقول لك خاصنا واحد المكان او حي نخدموا فيه، حي صناعي بمساعده ديال المبادره الوطنيه. فخليو يكون معنا على هذا البث المباشر، غادي نقوموا بجوله بهذه التعاونيه اللي كتفتقد ابسط المسائل او المعدات اللي كيحتاجوها كما كتشوفوا. بالنسبه للشتاء فيهم الغيس، فيهم كرفسين، واحد كرفيسه خايبه، اضافه على واحد المشكل اخر اللي غادي نذكره ان شاء الله، غيكون عندنا واحد البث من بعد ساعتين ان شاء الله. فخليكم معنا، مرحبا بنا عندك الشريف. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. متابعين اوفياء، كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا البث المباشر. فاحنا الان في سيدي اقليم سيدي بنور بدوار العقابه، تعاونيه الفخارين للعقاب بدوار العقابه. شريف مرحبا بنا عندك. مرحبا بك اشي، بارك الله فيك. مرحبا بك، مرحبا بك. المعاناه اللي كتعانيوهم هنا في هذه الجمعيه؟ ما عندناش معاناه. ما كاينش عندكم شي معاناه؟ شحال ديال الوقت باش بديتي هذه الحرفه هذه؟ وراه 40 عام ولا 50 عام. 40 عام وانت كتقوم بهاد المهنة هنايا في هاد المهنة. فشكرا ليك. متابعين اوفياء، نسولو المسؤول على هاد الجمعية اولا الكاتب. فين هو؟ جينا. قدم لنا عفاك راسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بطاقم جريدة منبر 24، شكرا على الزيارة، شكرا على هذه الالتفاتة اللي قمتوا بها، شكرا جزيلا لكم على قبول دعوة ديال أبناء الدوار اللي كيطالبوا من خلال هذا المنبر باش هكذا توصل الكلمة ديالنا للجهات المسؤولة الوصية على القطاع. بداية هناك أرض سلالية تابعة لدوار العقابة زرق، اللي درنا مجهودات باش هكذا نحاولوا باش ناخذ الوثائق ديالها، وهكذا توصلنا وتوفقنا بإذن الله تعالى في جمع كل الوثائق باش هكذا نديروا واحد مركب صناعي كبير اللي كيضم يعني تلة من الصناع اللي كيتواجدوا هنا بدوار العقابة. الارض هناك ارض جاهزه، ارض يعني بكل الوثائق ديالها، فقط كننتظروا الدعم ديال الجهات المسؤوله، سواء عماله او مجلس اقليمي او جماعه او اداره ديال الصناعه التقليديه، كل من يهمه الامر وكل من يهمه الصناع التقليديين، باش هكذا نحاولوا نوصلوا ونحاولوا نشجعوا الصناعه التقليديه باش هكذا ما تمشيش للاندثار، لانها مؤخرا اصبح الشباب يعني يفرون من هذه الصناعه بحكم مجموعه من المشاكل اللي كيتخبط فيها القطاع، وايضا مجموعه من المشاكل اللي كيتخبط فيها الصانع التقليدي. اذا الصانع التقليدي في حاجه ماسه الى دعم كبير وكبير جدا من للجهات المسؤوله باش هكذا يمدوا لنا يد العون، باش هكذا نحافظوا اولا على هذه المهنه اللي هي دوار يعني كبير جدا تابع لجماعه اثنين الغربيه، في مجموعه من الصناع المهره، صناع يعني كثر اغلبهم يعني شباب اللي كيمارسوا هذه المهنه واللي تورثوها ابا عن جد، فهي يعني مهنه شريفه جدا بحكم يعني هي منطقه قرويه، فصناع هنا المعيش ديالهم هو فقط هو هذه الصناعه التقليديه اللي من خلالها كيكسبوا القوت اليومي ديالهم. الاخ كريم، بغينا نسولك شنو هي المطالب اللي كطلبوها انتم كصناع تقليديين في جمعيه العقابه
إقليم سيدي بن نور. أولا هي مطالب بسيطة جدا اللي كيطالب بها كل أعضاء تعاونية لقابة للفخارين. أولا التعاونية ليست جمعية، هناك جمعية لكن نتكلموا في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. هناك تعاونية اللي كتضم تقريبا 102 ديال المنخرطين بالإضافة إلى 50 عضو اللي واضعين طلبة الانخراط ديالهم. يعني مهما يعني فاش غنديروا الجمع العام إن شاء الله تعالى غادي نحاولوا ندخلوا هاد 50 عضو أو 60 عضو اللي حاطين طلبات الانخراط ديالهم باش هكذا نحافظوا على هاد المهنة من الاندثار. كما جاء في السؤال ديالك، فالمتطلبات اللي كنطالبوا بها والآن الأرض كاينة، اللي كنطالبوا به هو تكون يعني أفرنة غازية تواكب المهنة وتواكب يعني متطلبات الصانع التقليدي. الارض كاينه، يعني كنطالبوا من الجهات المسؤوله باش تمدنا بافرينه غازيه باش هكذا نحافظوا على الصانع التقليدي، نحافظوا على هذه المهنه، وايضا حتى باش هكذا نحافظوا حتى على البيئه من التلوث. هذه النقطه ديال البيئه غادي نتكلموا عليها في مداخله اخرى ان شاء الله تعالى، وغادي نفصلوا فيها وغادي نتكلموا فيها ان شاء الله تعالى باسهاب باش هكذا نوصلوا الكلمه ديالنا للجهات المسؤوله. لأنه التعاونية تقريبا أسست في 26 أبريل 2011، الآن 10 سنوات دون فائدة. يعني جرينا عينا بجري كيف ما كنقولوا، دقينا كل الأبواب ديال الجهات المسؤولة، تكون هناك وعود لكن في الأخير المطاف ما كنتوصلوا بدون بأي نتيجة. فلهذا رسالتنا من خلال منبر بن 24 باش هكذا نتمنى من شي مسؤول او شي مسؤوله على هذا القطاع باش تسمع المداخله ديالنا وتسمع الكلمه ديالنا وتسمع الرسائل اللي هي رسائل كبيره وكثيره باش توصل الجهات الوصيه للقطاع باش هكذا نحاولوا ولو نقضوا ولو جزء بسيط من هذا. يعني الصانع كيضيع، الصانع كيضيع كيف ما كتشاهدوا، هناك ايادي وانامل ذهبيه اللي يعني تحاول تبدا لك يعني تخرج لك مجموعه من التحف الطينيه، ولكن بحكم يعني ما عندناش فران الافران الغازيه فقط بقينا في هذه الصناعه التقليديه المحضه اللي كنتمنوا ان شاء الله تعالى. احنا بغينا نطوروا وبغينا نشجعوا باش هكذا نضاهيو بعض المدن اللي الان اصبحت كدير جليج وكدير تزوق، حنا باقيين فقط كنديروا غير الطين الحرش. حنا بغينا حنا نطوروا ولكن خاصنا البديل. اذا البديل هو بيد الجهات المسؤوله والمعنيه على هذا القطاع. اذا رسالتنا هو رسالة قوية شديدة اللهجة اللي كنوجهها أولا إلى وزيرة الصناعة التقليدية باش هكذا دير واحد الالتفاتة ولو بسيطة باش هكذا الصانع التقليدي يحاول توا يشوف توا يشوف آفاق مستقبلية، لأن كل واحد عنده آفاق مستقبلية كيحاول يوصل لها. لكن بحكم يعني لو كان كنا نعيشوا في ظل هاد الأشياء وهاد الصعوبات اللي كنعيشوها ما غاديش نوصلوا اي نتيجه. اذا الصانع التقليدي راه كيحاول يبدع ويحاول يجتهد ويحاول يدير مجموعه من الافكار، لكن اليد الواحده لا تصفق. اذا طلبنا ورسالتنا مره اخرى للجهات المسؤوله باش يمدونا بافرنة غازيه تواكب العصر وتواكب هذه الصناعه التقليديه في مجال الفخار. متابعين الأوفياء على جريدة منبر 24 لازلنا متواصلين معكم في هذا البث المباشر بإقليم سيدي بن نور بدوار العقابة. عفوا ذكرني بالاسم ديال التعاونية، تعاونية العقابة للفخارين دوار العقابة جماعة 2 الغربية إقليم سيدي بن نور. إقليم سيدي بن نور، فهاد الناس كيعانيوا صراحة، هاد الصناع تقليديين كيعاني واحد المعاناه حقيقيه. كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا البث ما امكن لايصال رساله هاد الناس اللي مضرورين في هذه المنطقه اللي جاوا صراحه قراب الغربيه. رغم ذلك المسؤولين عفوا قراب لمجموعه من النقاط اللي هي مهمه. اولا قرابين للمدينه الوالديه على بعد 25 كيلومتر اللي هي منطقه سياحيه، منطقه يعني عالميه مشهوره عالميا. علاش لا ما نهضوش بهذ القبيله او هذ الدوار اللي تابع لجماعه 2 الغربيه باش نحاولوا نجلبوا سياح اجانب؟ لانه هذا يعني راه الى الجماعه ديال الغربيه اشتغلت على هذا الحي كيف ما كيسموه بعض الناس الحي الصناعي، الى اشتغلت عليه اكيد هناك يكونوا سياح سواء من المغرب او سياح اجانب باش هكذا نتكلموا نوصلوا الرساله ديالنا. اذا نعطيو الكلمه متابعين اوفياء معنا احد الصناع بهذه التعاونيه اللي غادي نعطيه الكلمه ان شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بنا عندك. بارك الله فيك. شد حفاك الميكرو. قول لي، بغينا نسولك بالنسبه لهذا التعاون. نعم. واش حاولتوا شي نهار تشوفوا مع الجهات المعنيه باش تحاولوا توصلوا لهم الرساله ديالكم باش يدير لكم واحد الحي صناعي او لا مبادره وطنيه؟ 10 سنين هذه وحنا في هذا الشيء ديال الطلب ديال التعاونيه ما جابوش لينا، وعمرنا طالب، عمر الكتاب طالب الرئيس الجماعه القرويه السيد بدر ما بغاش يسين لنا فيه، وهاد الجيران قتلنا هاد التلوث ديال الدخان، والدوار كامل الهيم المدرسه راه فيها اربعه الاقسام ولا خمسه، سيروا شوفوا حالتك يا ولاد بالدخان. وباش كندوب هايمنا للسوق وما كيبغوش يقبلوهم منا، كيقول لك فيهم التلوثات، المحلات فيهم التلوثات، قول لنا مرض. وكاين الانسان دابا اللي ولادو كبروا وهاجروا للمدينه على حساب هاد التلوث، ما كانوش باغيين يتبعوا هاد الصلعه، وهاد الصلعه غادي تنقرض الا ما داروش لنا شي البديل، غادي تنطرد هاد الصلعه ان شاء الله. شنو هي الرساله اللي كتوجهها للمسؤولين في اقليم سيدي بنور؟ الرساله اللي كنوجه لهم هي يجيبوا لنا فرانات ديال الغاز، فرينه غازيه، غازيه ان شاء الله. بالنسبه للمعاناه اللي كتعاني، ومعاناه بالنسبه ل الله يجازيك بخير، بالنسبه للمعاناه اللي كتعانيوها في هذه الجمعيه، واش كاين غير هذا المشكل ديال الافران الغازيه او كاين حتى مشكل البنيه التحتيه، كاين مشاكل اخرى؟ لا، ما كاين غير هذه الفرانات الغازيين، هذا التلوث هو اللي كنعانيو منه، تلوث يعني خطير ديال العجلات. ما بغيتوش يكون عندكم واحد المحلات او حي صناعي فين تخدموا وتطوروا؟ عندنا المحلات وعندنا ارجامعه فيهم، هما اللي بغى يديروا منين يديروا منا، بغى يديروا منا في المحلات ديالنا مرحبا، بغى يديروهم بلاك جماعه عندنا بلاك جماعه ديالنا مرحبا. شنو هي اخر رساله اللي تقدر تقولها في هذا البث المباشر؟ والله يرحم لي والدي، الله يجازيهم بخير. فشكرا لك على حسن الضيافه. بارك الله فيك. شكرا. متابعين الاوفياء، لازلنا متواصلين معكم في هذا البث المباشر من جماعه من جماعه العقابه، جماعه الغربيه. شوف الله يجازيهم بخير، هذا الدراري كندور 50 دور نصور شي، الله يسلم دور حلقه حدايا من هاي الكل فمتابعي اوفياء، كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا البث المباشر باش نقلوا معاناه ديال هاد الصناع الحرفيين باقليم سيدي بنور اللي كيعانيوا معاناه حقيقيه كما شفتوا. متابعينا الاوفياء، لازلنا متواصلين معكم في هذا البث المباشر باش نوريكم هاد المحلات اللي كاينين هنايا. هما صراحه ماشي محلات، انا جوني هذا فرن، فاحنا صراحه في 2021 وباقا كنشوفوا هاد المعاناه ديال هاد الناس الصناع الحرفيين ديال الفخار في اقليم سيدي بنور، معاناه حقيقيه. ناس اللي باغيين يخدموا عندهم واحد شنقول لكم متابعين اوفياء، عندهم واحد الرغبه في العمل وباغيين يكسبوا رزق الحلال، في حين ان السلطات عفوا في حين ان المسؤولين كما جعلنا نسالهم ما كيساعدوهمش او لا كيقدموا لهم يد المساعده. فكنتمنوا تبارطاجيو هذا البث المباشر. كما كتشوفوا متابعين اوفياء قالوا انهم كيشعلوا العافيه باطار العجلات، لان المبادره ما عاونتهمش باش يجيبوا افرينه غازيه، فهاد الدخان اللي كاين دابا حاليا واحد الريحه كتخنق. وثانيا قال ان النباتات كتضرر من هذا الشيء، الحيوانات كتضرر من هذا الشيء، هما صراحه ضارين من هذا الشيء. فكنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا البث المباشر باش هاد الناس توصل الرساله ديالهم للمسؤولين في اقليم سيدي بنور. فاحنا الان في محل اخر او ورشه اخرى باش ننقلوا لكم معاناه ديال هاد الناس. نخليكم مع الاخ ديالنا الكاتب ياك ديال شكرا لطاقم جريده منبر 24. وفقط للاضافه استاذ، هو هاد الناس مازال كيشتغلوا في البيوت ديالهم، باش نوضح هاد النقطه، الناس باقيين كيشتغلوا في البيوت ديالهم. احنا بغينا ننظموا هاد القطاع ونشتغلوا في اطار جماعي باش هكذا يكون عندنا واحد مركب على الاقل قصير، غير مركب قصير صغير جدا، باش هكذا نحاولوا نشتغلوا ونطوروا هذه الصناعه باش نحيدوها من هذا التلوث. كيف ما كتشاهدوا الدوار كله يعني واحد الحاله يرثى لها جدا، الحيوانات الاشجار النباتات وما الى ذلك، فهي كلها يعني ملوثه بفعل التراكم ديال هذا الدخان اللي كيصعد من الافرينه التقليديه. كيف ما شاهدتوا قبل لحظات وكما تشاهدون الدخان لا زال الان دخان السيده مشعل العافيه، او دابا كيشعل غير بشويه، دابا كيدير غير بنوه ولكن ملي غيسخن الفران غيولاو يدير بزاف ديال البنوات.
يعني الدخان غيولي يتصاعد به بواحد الغزاله كبيره جدا. دابا الفران ملي كيكون باقي ما سخنش مزيان كيتم غادي معاه بشويه بشويه حتى كيسخن. ملي كيسخن مزيان راه كيعطيو البنوات بزاف، يعني راه الدخان راه ملوث وبشكل كبير جدا كما تشاهدون، وخطير حتى للدراري الصغار الاطفال الرضع ولا الشيوخ الكبار، فهو كيشكل واحد الضرر كبير سواء على الصحه يعني سواء. هذا هو الدافع اللي خلاكم تطلبوا ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تجيب لكم افرنه غازيه. طبعا هذا هو الدافع وهذا هو الهاجس اللي خلانا نتوحدوا ونديروا التعاونيه باش نقدر ننظموا هذا القطاع ونخرجوا من هذه القوقعه اللي حنا عايشين فيها. فهي كنعيش واحد العيشه يعني مرتلهه جدا كيف ما كتشاهدوا بحكم يعني الدخان، وهذا حتى الارض اصبحت يعني ملوثه بفعل الدخان، الارض كحله، الحيوانات كلها كحله بفعل الدخان. فدائما حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله مره اخرى سواء باقليم سيدي بنور او اقليم الجديده او الوزاره الوصيه او غرفه الصناعه التقليديه بالدرجه الاولى هكذا يحاولوا يشتغلوا معنا ونديروا يد في يد ونحافظوا على القطاع ونجيبوا افرنة غازيه اللي باش هكذا تواكب العصر، لان الصانع التقليدي راه في احج في 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 في, في, في امس الحاجه الى هذه الافرنة الغازيه من اجل النهوض بهذا القطاع وباش ما يبقاش التلوث. اولا حفاظ. نسولك على الطين، سمح لي قاطعتك. مرحبا. مين كتجيبوا الطين هذا؟ الطين تقريبا واحد الى وجهه الكاميرا تقريبا شويه أو اطلع فوق يبان لك واحد مره من فوق نجراك مره تقريبا ما بعدش بزاف تقريبا واحد 3 كيلومتر او 2 ديال الكيلومترات باش كنجيبوا هذه التربه، فهي التربه صالحه. من هنا كتجيبوا هذه التربه؟ نعم نعم. شكرا لك على هذه المعلومه. فعطينا بغينا نعرفوا متابعين اوفياء ما حدنا بدينا هذا البث المباشر كيفاش كتكون المراحل ديال هذه الصناعه. اولا المراحل الصناعيه كيف ما كتشاهدوا الان هو الطين منشور، لما كينشر في الشمس كيكرم مزيان، كندخلوا وسط الرطابه كيف ما كنخمروا كيرطب مزيان، في الاخر كنخرجوا كنعجنوا. كيرطبوا كيرطب في الماء؟ في الماء كيرطب في الماء واحد 3 سوايع او 4 سوايع وكتخرج من الرطابه وكتعجنوا بيدك وكتبدا تصنع به مباشره. في بعض المناطق كيسيلوه كنقول لك كيصاوبوا لي الشاريج، حنا لا، حنا بقينا نستعملوا داك الشيء تقليدي لان ما عندناش داك الشيء الوسائل المتطوره اللي بغينا نسيلوه. خاصنا يكون عندنا الغاز باش هكذا الطين كيخرج صافي ما فيه لا حجر لا حتى شي حاجه، لان هاد العجلات المطاطيه ما كتعطيكش واحد اللون. خرجوا راني عارف اشنو. الله يجازيكم لان هاد العجله المطاطيه في الطياب ديالها في الفران ما كتخرجش اللون اللي كتبغي انت، كيعطيك واحد اللون يعني كيميل الكحوليه. الفران الغازي كيعطيك واحد اللون يعني صافي طبيعي جدا، اللون ديال الطين كما هو ملي كتجيبو. الاطارات هما اللي كيغيروا اللون وكيمقسم حتى من الجوده ديال المنتوج. كينقسم من الجوده وديال المنتوج وكيغيروا حتى من اللون ديالو. فهاد العجله المطاطيه وفيها التمارع عاوتاني. لنفرض مثلا كتكون داخل وسط الفران كتحرك. والعافيه يعني العافيه كثيره تقريبا واحد 700 او 800 ديال الدرجه، ماشي درجه كثيره قليله، درجه كثيره 800 او 700 درجه باش كتواجهها مباشره بالوجه ديالك بحال مباشر فاس فاس صعيب جدا، حتى الا خرجت العافيه ضربت وجهك يعني لا قدر الله تقدر تحرق فيها. بغيت نسولك بالنسبه علاش انتم ما فكرتوش انكم ديروا العواد ولا ديروا، واش هذوك تاخذهم ثمن قليل كيساعدكم؟ العود غالي، هادو الثمن شويه مناسب يعني مناسب الصناعي. من غير يجيب العود ما غاديش يخرجوا في الفران، لان الثمن اللي كنبيعوا به الثمن بسيط ماشي الثمن اللي هو كبير جدا بالمقارنه مع باقي بعض المدن. فالمنطقه ديال التنين الغربيه او دوار العقبه بالضبط الاثمنه اللي كيبيعوا بها فهي اثمنه بخسه جدا. الاخ الكريم بغينا نسولك كاخر كلمه اللي توجهها المسؤولين في اقليم سيدي بنور. هو ماشي اخر كلمه، هو الكلمه لا زالت لدينا كلمات وكلمات ان شاء الله تعالى. فالكلمه الان اللي غنوجهها في هذه اللحظات هو نطالبوا من الجهات المسؤوله من المجلس الاقليمي ومن جماعه اثنين الغربيه ومن عماله سيدي بنور على راسهم السيد العامل المحترم اللي كنوجه له اجمل تحيه باش هكذا ينهضوا بهذا القطاع ويجيبوا لنا افرنة غازيه، لان صراحه عينا بالطلبات وعينا من باش نشكيو. فالان يعني نتمنى في هذا الوقت الحالي باش هكذا الجهات المسؤوله العماله وزاره الصناعه التقليديه وزاره السياحه هما مجموعه من الوزارات المتداخله في هذا القطاع. اذا تكلمنا على وزاره البيئه اذا بلا ما نطول نخلي الكلمه في مناسبه قادمه ان شاء الله تعالى.
فمتابعين الأوفياء إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر. كنتمنى أنكم تبارطاجيو هذا البث ما أمكن باش الرسالة ديال هاد الناس أو هاد الصناع التقليديين اللي كاينين في هاد التعاونية يستجبوا لهم مسؤولين. فهذه رسالة لعامل إقليم سيدي بنور من هاد المنطقة ديال جماعة الغربية. فكنتمنى متابعين أوفياء ما أمكن تبارطاجيو هذا البث المباشر إلى هنا. نقول لكم جمعة مباركة وإلى اللقاء إلى بث مباشر آخر.